هذه جاك صينية GS4، سيارات صينية من وكالة الجميع. هذه مواصفاتها: 4 سلندر، 1500 سي سي، 152 حصان، تو ويل درايف. صرفيتها 15.3، يعني زينة مرة. فيها دخول ذكي، هذا شكلها من جوا. حليوة. شوف مواصفاتها من اليسار لليمين. فيها درج، في كب هولدر هنا، قزاز اوتوماتيك كله بس السائق اوتو، قفل هنا، الانوار، فيها ديسنت كنترول، في تحكم في الكاميرات، تراكشن كنترول، تحكم بالبلوتوث والشاشة، وفيها مثبت سرعة. والله حلو. تشغيل بصمة، وهنا تحكم في المكيف، هنا تحكم في الشاشة، نافيجيشن، فيها نافيجيشن، هذا حق المسجل. هنا هاند بريك الكتروني، في هولد، جير اوتوماتيك، فيها تبترونيك، هنا فيها IOX. فيها مخرج USB. هذه ب74,000، اللي بيجيب صغيرة صيني من وكالة الجميع. هذه حليوة ب74,000. شوف الكرش الخلفي، يعني وسيعة حليوة. فيها مكيف خلفي واثنين USB. هنا في درج، مدري وشو له، كشخينها، حاطين لها دواسات كشخة. هذا شكل الطبلون من الخلف. فيها تكاية في النص، 2 كب هولدر، يعني مساحة حلوة هنا، تشيل 3 بالراحة. والزين في النص هنا ما في رفعة، فالواحد يقدر مرتاح. يعني أنا الحين في النص أحس إني مرتاح، لو جنبي 2 ما في مشكلة.